أحيا بالحلو، وين أذانك؟ بعيداً عن عوامل الربح والخسارة وبدوافع إنسانية صرفة، يتلقى هؤلاء الأطفال الذين يعانون مشاكل في النطق رعاية فريدة من معهد المختار لذوي الاحتياجات الخاصة في قضاء حديثة غربي الأنبار. معهد المختار لذوي الإعاقة الذهنية، هذا المعهد الذي يضم أعداد لا بأس بها من الأطفال المرضى قليلي النطق أو التوحد، وهؤلاء الأطفال ينتمون إلى عوائل جدا فقيرة، بحيث يصعب عليهم توفير أجرة السيارة لنقلهم إلى المعهد، وكان هناك أشخاص داعمين لهذا المعهد من حيث توفير العلاجات والأغذية وما يحتاجه المريض. انتقلوا إلى رحمة الله، فلم يعد هنالك من يدعم هذا المعهد. فنوجه نداءنا إلى أهل الخير لانتشال هؤلاء الأطفال المرضى من هذا المرض ومساعدتهم، مد يد العون والمساعدة لهذه العوائل المتعففة الفقيرة. بدأ عمل المعهد عام 2017 وأجيز رسميا من قبل دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يضم 35 طفلا بمختلف الأعمار، ويديره كادر من 4 مدربين مع باحث اجتماعي، لكنه اليوم يكافح للاستمرار بعمله. أنا أجزم لك أنه كثير من دول حتى ما يأخذون منهم أتعاب أو نطلب، وهذا جزء بسيط أن تقدم الدولة أو مؤسساتها مثل هيك ناس. يعني هاي الأطفال شنو ذنبها؟ وين تروح؟ يعني هذا المعهد لامها، بس هذا المعهد إلى ليش وقت يبقى يعني هو بس يضحي؟ هذا من واجب وزارة العمل، من واجب المحافظة. أنا والد أحد الأطفال في هذا المعهد، والمعهد يفتقر إلى ويفتقر من جميع النواحي، ونطالب الدعم من الجهات المعنية، والقائمين على هذا المعهد يقومون بالعمل من حسابهم الخاص. رعاية خاصة يحتاجها هؤلاء الأطفال وهم من عائلات محدودة الدخل، والجهود التي يقدمها المعهد ساهمت في خلق بيئة إبداعية تعينهم على تجاوز معاناتهم، لكن في ظروف صعبة وحاجة ملحة لديمومة هذا العمل الإنساني النبيل. عافية، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.